والصلاة والسلام على خيرتك من خلقك وسادتي وسيدي أنبيائك وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه وهديه إلى يوم الدين. أحكام الفقه تحتاج إلى تنبه وتيقظ حتى يفهمها الإنسان ويستوعبها ويحفظها أو ينقلها لغيره. بدأنا البارحة كما تذكرون بالتعريف على بعض أحكام الزكاة وما يتعلق بها، وذكرنا الأموال التي تتوجب فيها الزكاة. الآن على من تتوجب هذه الزكاة، يعني من الذي يدفعها؟ شرائط وجوبها. أولا، الزكاة تجب على المسلم، تجب عليه وتؤدى إليه، يعني تجب على المسلم المالك للزكاة ليدفع وتعطى للمسلم الفقير المحتاج إليه. ثانيا، قال أكثر أهل العلم إن الإنسان وإن كان صغيرا أو مجنونا تجب الزكاة في ماله. كما قلت، مسائل الفقه تحتاج إلى انتباه للتركيز والتفهم. كيف يكون الإنسان مجنونا ذا مال أو صغيرا ذا مال وهو لم يعمل بعد ولم يشتغل؟ قد يموت والده أو والدته ويكونان أغنياء، فيرث منهما هذا الطفل الصغير ابن السنتين أو الثلاث سنوات مالا جما وفيرا، ويكون هناك وصي على مال هذا الإنسان الصغير أو ذاك الإنسان المجنون الذي فقد عقله. فهل هذان يخرج أو تخرج الزكاة من مالهما؟ أكثر أهل العلم قال نعم، يخرج من مالهما، والمكلف بالإخراج هو الوصي عليهما، على المجنون وعلى الصغير. الوصي مسؤول أن يحسب مالية هذا الذي قد أوصي عليه ثم يخرج منه الزكاة بالشروط المعروفة. ثالثا، بلوغ المال النصاب. كثيرا ما نسأل عن النصاب وتفصيلاته. النصاب يا أيها الإخوة هو الحد الذي إذا وصل إليه المال، سواء كان المال كما ذكرنا البارحة أموالا نقدية أو ذهبا أو فضة أو حتى زروعا وثمارا أو نعما، يعني جمالا أو أبقارا أو أغناما، هو الحد الذي إذا بلغه المال وجب منه أداء الزكاة، وإذا كان دونه لم يجب أداء الزكاة فيه. طبعا أكثر الناس، لن أدخل في تفصيلات كثيرة، أكثر الناس إنما يمتلكون ذهبا أو فضة أو أموالا نقدية كما قلنا البارحة، ليرة سورية أو دولارا أو ريالا أو ما إلى ذلك. كيف يحسب هذا وما هو النصاب أصلا؟ النصاب في الأصل في فقهنا الإسلامي هو من الذهب ومن الفضة. من الذهب ما يعدل 20 مثقالا أو دينارا ذهبيا، من الفضة ما يعدل 200 درهم من الفضة. لا تستعجل، سأبين لك، لأن كثيرا سأقول لا أعرف لا هو الدينار ولا ما هو الدرهم وما عدا موجودا، أعرف هذا، ولكن أنا أبدأ بهذا لأنني سأفصل أكثر وأبني على هذا بعض التفصيلات والبيانات. إذا أصل النصاب بالنسبة للذهب 20 مثقالا أو دينارا، المثقال يساوي دينار في ذلك العصر النبوي. قال ما هو المثقال أو الدينار؟ 20 مثقال ذهب، 200 درهم فضة، 20 دينارا من الذهب. الآن طبعا الدنانير ما عادت موجودة، بل وليس من الآن، بل ومن أكثر من 100 سنة ما عادت موجودة، وما تبقى منها إلى 70-80 سنة كان قليل الاستعمال جدا جدا. لذلك اختلف الفقهاء الذين عاشوا في عصورنا القريبة في تقدير ذلك التقدير القديم وتقييمه على مقاييس عصرنا. إيش مقاييس عصرنا؟ مقاييس عصرنا الغرام والكيلوغرام، لا عد دينار ولا عد درهم ولا عد، كل هذا معروفا أصلا. بناء على هذا على هذه التقديرات القديمة وما تبقى من الدنانير والدراهم التي كانت مستعملة في العصر النبوي،
وهل هي نفسها التي كانت مستعملة أم أنها قد طرأ عليها تغييرات؟ وإذا طرأ عليها تغييرات في العصر الأموي أو العباسي أو المملوكي فزاد وزنها أو نقص وزنها، فبالتالي سيختلف تقييم ذلك، وكل هذا سيختلف بالنسبة للتقييم الحاضر. لذلك باختصار ستسمعون الآن بعض الناس يقول لك بالنسبة للذهب 100 جرام ذهب، تسمع هذا، تسمع أيضا لا 85 جرام ذهب، تسمع شخصا ثالث يقول لا 80 جرام ذهب، تسمع شخصا رابعا هو العبد الفقير يقول 72 جرام ذهب. طبعا ليس قولي ولا أنا الذي قست، والمسلم التقي لا ينسب الكلام إلى نفسه ليدعي أنه مثلا أفقه الفقهاء وأعلم العلماء، ما أنا الذي قست، وسأذكر بعد ذلك من الذي قاس. إذا من أين هذا الخلاف؟ فهمتم من أين هذا الخلاف؟ هذا الخلاف كانت دينار والدرهم في ذلك العصر، وتعدل وتطور وتبدل وزاد وزنه ونقص وزنه، ما تبقى منه إلى قريب جاء الفقهاء المعاصرون، فكان دينار مستعمل في بلاد الشام، دينار مستعمل في العراق، دينار مستعمل في مصر، وزن كل فقيه في كل بلد هذه الدنانير، حتى بين المدن كان أحيانا يختلف، ما بين حلب ودمشق مثلا يختلف وهكذا، فوزنوا فخرجوا باختلافات. بعضهم قال الدينار يساوي 5 جرامات، بعضهم قال 4 جرامات ونص، بعضهم قال 4 جرامات، بعضهم قال 3 جرامات 60. بناء على هذا الاختلاف الفقهاء من قديم قالوا يراعى الاحتياط في مسائل الزكاة ومصلحة الفقراء. بالنسبة لمسائل الزكاة يراعى الاحتياط ومصلحة الفقير. أين مصلحة الفقير؟ هي التي تراعى قبل مصلحة الغني، الغني غني أما الفقير هو الذي يحتاج للمال، فتراعى مصلحة الفقير وجانب الاحتياط في مسائل الزكاة. إذن الراجح هو بناء على ما أنقله أنا عمن نقله من مشايخنا رحمهم الله تعالى ومن تبقى منهم حيا، يعادل 72 جراما من الذهب. 72 جراما من الذهب، احفظها إن أردت أن تأخذ عني، وأنا دوما أقول أنا لست أفقه الفقهاء ولا مفتيا، أنا ناقل للعلم بحسب ما أتاني الله تعالى من علم على قدر ضعفي وعجزي وتقصيري. 72 جرام من الذهب، الآن هذا من الذهب، 200 درهم من الفضة، ماذا تعدل؟ أيضا على تقديرات عصرنا اختلفوا اختلافا كثيرا، أقوى ما فيه بناء على ما نقلته وأنا أعود فأقول العبد الضعيف هو حوالي 505 جرامات من الفضة. الآن لو قارنا ثمن 72 جرام ذهب ب 505 جرامات فضة، قريب من بعضه بعد المشرقين، بينهما ما بعد بعيد بعد المشرقين. في العصر النبوي كان 20 دينارا يساوي 200 درهم، مو 20 درهم، 200 درهم. الآن 20 دينارا اللي هم 72 جرام لا تساوي 200 درهم اللي هي 505 جرامات، والفارق كبير جدا جدا، يعني 5 أضعاف. فأيهما نأخذ؟ منذ قليل قلت إن جانب الفقير يراعى في هذه المسألة، نعم، ولكن كثير من العلماء المعاصرين قالوا في زماننا هذا ما عادت الفضة أصلا ذات قيمة كبيرة بالنسبة للأسعار العالمية، صارت أمرا ثانويا، المعتمد الحقيقي صار هو الذهب. لذلك فالأقرب إلى روح الشريعة، وروح الشريعة وجد فيها قوله صلى الله عليه وسلم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الآن قيمة 500 جرام فضة ما يقرب من حوالي 200,000 ليرة تقديرا، أقول تقديرا لا أضبط، 200 أكثر قليلا أقل قليلا. الآن في عرفنا من يملك 200,000 ليرة سورية هل يعتبر غنيا؟ ما يعتبر. إذن فالأقرب إلى الاعتبار هو نصاب الذهب.
كم أعود فأقول كم أحبتي؟ 72 جرام ذهب. الآن سأذكر إن شاء الله العيار، هل هو عيار القمة يعني 24؟ لا، ليس العيار 24. الآن ما هو المتداول في الأسواق بشكل عام؟ 21، الذي تلبس منه النساء، والذي يبيع منه الصياد، والذي والذي والذي، بشكل عام فهو العرف الذي ساد بين الناس هو 21، فعلى 21 يعتمد. الآن 72 جرام، كثير من الإخوة يكررون هذا السؤال وهو يتعلق بموضوع النصاب. الآن أنا عندي 72 جرام ذهب أو ما يعدلها من المال، كيف أعرف؟ بضرب كل جرام من الذهب بسعر الجرام الحالي. فالآن مثلا أعرف أقول أنا لا أعرف بالتفاصيل ولست من الباحثين عن الدولار والذهب ولله الحمد، لست كذلك لله الحمد والشكر أقول، يعني قريب من مليون ليرة. فالذي يمتلك تقريبا أعرف أقول، هذا يختلف بين ساعة وساعة ويوم ويوم، تقريبا مليون ليرة، هذا مالك النصاب يؤدي الزكاة. الآن كثير من الإخوة يقول في نفس اليوم قد يتغير السعر، في اليوم التالي قد يتغير السعر بسبب ما يجري، سواء كان المال ذهبا أو فضة أو دولارا أو ريالا أو هذه الأشياء كلها قد تختلف أحيانا على مدار الأيام وأحيانا في اليوم الواحد. ما الذي يراعى؟ يا أيها الأحبة المسلم ينبغي أن يكون له، وهذا الذي سآتي عليه لكن لم يعد وقت سأؤجله، له حول يحول. قال كيف يعني؟ يعني أول مرة في حياتك يا أيها الرجل المسلم ملكت نصابا فيها متى؟ قال إيش عرفني؟ في أمور الزكاة إيش عرفني؟ هاي إلغيها، إلغيها، ما في إيش عرفني. إيش عرفني معناها أنت لا تؤدي زكاتك بشكل صحيح، وذكرنا البارحة والعياذ بالله عقاب مانع الزكاة، قد تقصر بشيء منها فتكون مانعا للزكاة وستعذب أعوذ بالله من نار جهنم على ذلك. في الزكاة ستحسب حسابا دقيقا لأنه حق الله وحق الفقراء. في الزكاة حقين يا أيها الكرام، يا أيها الإخوة الكرام، في الصلاة حق الله، ما في لأحد حق عندك إذا ما صليت، أما في الزكاة حق الله وحق الفقراء الاثنين. والبارحة ذكر أن أبا بكر قاتل مانع الزكاة، منعوا حق الله وحق الفقراء. إذا ماذا أقدر وماذا أعتبر؟ يجب أن تعرف أي يوم ملكت فيه أول نصاب في حياتك. قال الآن ما أتذكر. طيب ما الذي تخرج عليه الآن؟ قال أنا من عادتي أن أخرج في رمضان. إذا يوم واحد رمضان بالنسبة إليه تحديدا هو يوم حولك الذي يحول على مالك، ما هو عشر رمضان، ما دمت لا تدري فتقدر الأقرب. الآن أنا بالنسبة إلي مثلا أنا زكاتي في شوال، أنت إذا كنت تذكر قد تكون زكاتك في جمادة وهكذا. المهم إذا كنت لا تضبط وقد اعتدت أن تخرج في رمضان، فاليوم الأول من رمضان هو يوم موعد الحول بالنسبة إليه. في اليوم الأول من رمضان قالوا لي أيضا كما قلت أنا لا أعرف تفصيل، قالوا لي إن الأسعار في الأغلب تنضبط عند المساء الآن في هذه الظروف، يعني بعد المغرب بيقولوا حددوا أسعار الذهب، حددوا ما أدري إيش الدولار، حددوا. فعند المغرب في اليوم الأول من رمضان أتصل بدل الواحد بعشرة، شاب السعر اليوم كذا، ثبت اليوم على أساسي أحسب زكاة مالي. ثاني يوم جوز ينقص إلى النصف وبصير يرتفع إلى الضعف، ليس لي عمل. اليوم يوم حول المال الذي يتوجب عليه، وكل واحد كما قلنا له حول خاص به، فإن لم يعرف يأخذ الأحوال. هذا اليوم هو الذي تضبط عليه، متى؟ كما قلنا عند المساء. عند المساء تضبط كم السعر، تضرب ما عندك من ذهب بقيمة الجرام من الذهب وتحسب، تحسب ما عندك من دولار من ريال من غيره، تضربه تجمعه، تحسب ما يتوجب عليك من الزكاة. طبعا كم يتوجب وكيف التفصيل سنأتي عليه، ولكن لا أريد أن أثقل بالأحكام حتى نفهمها ونحفظها ونعمل بها إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعنا بما تعلمنا.